الغاية من صناعة قانون انتخابات جديد جاء بناء على تجربة سابقة. هذه التجارب السابقة القوى السياسية القديمة فصلت قوانين انتخابية على مقاساتها، نعم، وعلى الولد وشلون يأخذون وشلون يزورون وشلون يبوقون وشلون يتحكمون. نعم. الآن أريد قانون انتخابات ينهي هيمنة هذه الأحزاب. نعم. سؤالي، أيهما أكثر تأثيرا وفاعلية في إنهاء هيمنة الأحزاب؟ هل هي المحافظة دار انتخابية واحدة أم الدوائر المتعددة على مستوى القضاء؟ إجابة مباشرة. نعم إجابة أكيد مباشرة. احنا هذا قلت لك ناقشناه في اللجنه عندما كنا نكتب هذا القانون، وجدنا انه القضاء عندما يكون دائره انتخابيه يكون اقرب للمواطن. المواطن في القضاء يعرف من رشح، والمرشح يعرف من انتخبه. يعني انا كمواطن من اجي انتخب في قضاء الكرخ مثلا، انتخب الشخص الفلاني، انا باكر عقبه من يصير مشكله عندي، من يصير عندي موضوع، انا راح اعاتب اقعد مع هذا الرجل، تعال يا اخي ان هذا من جانب المواطن. نعم، من جانب المرشح كمرشح ايضا راح تخدمه، انه بدل مثل ما خلينا نحكي عن مثل مصروف مصاريف الدعايه الانتخابيه، الترشيحات، هذه راح تقلل كلفه عليه، بدل ما يظل ينتشر في بغداد كلها وصور واعلانات، هاي راح يقتصر على قضائه، على دائرته، يعرف انه هو وين ثقله في هذا القضاء، هو ثقله، وراح فهذا طيب. هذا راح يوفر كثير من الامور غيره. اذا اضافه الى ما تفضل به الشيخ قبل شوي استاذ طلال عندما ذكر انه موضوع النتائج عندما تعلن تكون ايضا اسرع بالقضاء، لانه انت من تكون عندك دائره انتخابيه وفي القضاء تكون هذه اسرع. طيب هذه المحاسن. نعم. الان الناس تتحدث بالمساوئ. البعض يقول ان هذه الاقضيه ستتحول في وقت لاحق الى اقطاعيات يحكمها شيوخ عشائر ورجال دين ومافيات حزبيه، وسيكون للمال السياسي دورا للتحكم فيها. انتم ما ناقشتوا هذه النقطه؟ لا احنا مو ما ناقشناها، ناقشناها بس احنا أو سؤالي، هل فعلا سيحصل هذا؟ وماذا لو فعلا حصل؟ استاذ الكريم، استاذ نجيب، الموضوع لكل قانون ولكل نظام انتخابي محاسن ومساوئ، هاي متفق عليها، بس انت من تجي تشوف المحاسن والمساوئ توازن بينات، انت تجي المحاسن اكثر. المال السياسي او تاثير الشيوخ العشائر مع احترامنا وتقديرنا لهم او تاثير الاحزاب، هذا موجود في اي نظام انتخابي. الاحزاب تتكيف مع القوانين، حيثما تصدر القوانين الاحزاب تتكيف معها وتوجهها باتجاه مصالح. بالعكس، هذا النظام قد يوجه الأحزاب الآن إلى وجه أن تختار الكفاءات، تتجه إلى الكفاءات، تتجه إلى الناس المعروفة في القضاء، إلى الناس اللي تضمن أنه هذا إلى ثقله، إلى مكانته، احترامه، فخلي توجه لهم الأحزاب، خلي توجه. المهم راح تظهر لنا شخصيات قد كانت تحجم ترشح، كان أروح أرشح ومن يقول أنا أفوز، وش يفوزني على بغداد، كل حزب عنده قائمته، لكن الآن الوضع راح يختلف.